هنا ومتابعينا الكرام، نجدد مع حضراتكم التحية والترحيب، فسلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. أعلنت انطلاقة شوطنا الثامن الخاص للقعدان الحقايق ومسافة الاثنين كيلومترات. انطلق هذا الشوط ويحمل لنا في طياته 49 قعود، مشارك منطلق باحثا عن الفوز وتسجيل نقطة ذهبية في هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيدي ولي العهد الأمين يحفظ الله ويرعاه. البداية مع المركز الأول ومع شعار الربيعان، من يقدم لنا؟ نواف عبد الله بن حمد، عبد الله بن حمد بن علي الربيعان، من يقدم لنا؟ نواف مع المركز الأول ومع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني القادم هنا المهند المبارك بن سالم بن مبارك آلف هيدا المري مع المركز الثاني، والمركز الثالث هنا القادم في هذه اللحظات شاهين أحمد بن علي بن طالب البريكي مع المركز الثالث، ورابعا القادم هنا شعار البنا يقدم لنا جيلبوت حمد بن علي بن جابر البنا، وصل ليقدم لنا هذا الاسم. المركز الخامس وصل شعار بن مروشد، وصل المتالق الآن يقدم لنا من حاش مثل ما قدم لنا مازن، وصل راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد مع المركز الخامس. هذه النتيجة، هذا هنا نداؤنا الأول، حفلنا الكريم، ومن هنا تحول إلى مقدمة الشوط، إلى المركز الأول، إلى شعار البنا. من يقدم لنا؟ جيلبوت حمد بن علي بن جابر البنا المري مع المركز الأول. الله، وصل بن مروشد الآن يقدم لنا في هذه اللحظات من حاش راشد بن محمد بن مروشد، بن مروشد يقدم لنا من حاش، ولكن القادم مانع بن معيض بن مانع بودة واسال عامر يقدم لنا مجمل مجمل مجمل، انطلق مع المركز الثاني، ولكن المتالق بن مروشد بن مروشد انطلق مع المركز الأول. المتالق من يتالق دائما في المهرجانات الكبيرة، يظهر لنا شعار بن مروشد ليثبت لنا مدى قوة هذا الشعار، ويبشر الجماهير والمتابعين والمحبين بأنه حاضر، بأنه حاضر بكل قوة. سلام لكم يا أهل زعبيل ويا أهل دولة الإمارات على فوز بن مروشد وحصول من حاش على المركز الأول. المركز الثاني شعار سالم بن حمد بن محمد بالقرين العامري مع النايف، والمركز الثالث والرابع. مشاهدين الكرام، سوف نتعرف على بقية المراكز. تهانينا والنوماس على فوز من حاش. من حصل على المركز الأول؟ راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد من حصل على المركز الأول ونوماس هذا الشوط، ويتألق المتألق ويسجل النقطة الثانية في صباح هذا اليوم مازن ومن حاش. تهانينا وألف مبروك. لحظات الفوز ولحظات الانتصار، دقيقة 58 ثانية و78 جزء من الثانية، توقيت منحاش صاحب المركز الأول لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشد المركز الثاني، وصل النايف بشعار سالم بن حمد بن محمد بالقرين العامري، وتوقيته الزمني 3:03:46 جزء من الثانية، هو المركز الثالث. من حصل على ثالث المراكز وثالث التحديات، من حضر مع المركز الثالث؟ زورني هده والفسور انطمرها له طينة. المركز الثالث، عطنا يا مخرجنا العزيز صاحب المركز الثالث وتوقيته الزمني. محمد تهانينا والنوماس مشاهدينا الكرام لمانع بن معيض بن مانع
هو دواس العامر على حصول مجمل على ثالث الأسماء وثالث التحديات، والمركز الرابع كان الوادي لعايض بن مترك بن حميان الدوسري، وكان توقيت مجمل صاحب المركز الثالث 3:03 48 ثانية. والمركز الخامس كان جبار بشعار السيد صالح بن حسين بن محمد بن طاهش.